نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين نقلت أملهم في الاتفاق مع حزب الله اللبناني للابتعاد عن حدود إسرائيل مع توقف القتال بغزة. وذكرت الصحيفة أن الاتفاق قد يعني ابتعاد حزب الله لمسافة 10 أميال شمال الحدود مع ملء الجيش اللبناني الفراغ. كما نقلت واشنطن بوست عن مسؤول بحزب الله أن إسرائيل هي من تنتهك باستمرار قرار الأمم المتحدة رقم 1701 بتوغلاتها الجوية والبحرية والبرية.